نشر موقع فوربس قائمة بأغنى الأشخاص في العالم. حل مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس في المرتبة الأولى بثروة قدرها 117 مليار دولار، متقدماً على بيل غيتس الذي تراجع إلى المركز الثاني بثروة بلغت 92 مليار دولار. نعرض لكم في هذا الفيديو أغنى 10 رجال عرب حسب الموقع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد.